عليهم درايا ما جدي عرفوه لازل لا تقديمي قدمو لا توخير معنايا لا تشبيه روا ولا مثل لا شرح يجيبو العلمنا ونشرح القرايا لا بسطاس على الوفا كمل ما حسنو ببداية المعاني ولا بنهاية صراحة أن الملحون له ارتباط بنزاع علم أن الملحون ظهر في عند رجال الملحون ابتداء من الدكانة أو المصرية أو الغرفة أو ساحة القصر، كان ينشد في ساحة القصر وفي الدكانة وفي المصرية. ثم فهذا بالنسبة للملحون في الالتزام والأدعية والتوسلات والابتهالات، فلما جاء أبو عمر جاء بشيء آخر الذي يسمى بالغزل، فخرج بمن اتبعوه أو الأتباع أو الأوراد إلى العراسي ينشدون الغزل، وهو ارتباط شامل ما بين الكلمة الربيعية والكلمة الغزلية تنشد في الطبيعة، علما أن الطبيعة توحي للشاعر بما له من ملكة أن ينظم أو يؤدي قصيدة بجمالها. إنما كانت العرصة أو النزاهة بصفة عامة هي استراحة لرجالة الملحون، ولكن كانت تكون ما بعد العصر، هي طبيعته بعد وضع جلسة حميمية وجلسة شعبية كل الأشياخ يرددون قصائد واحدا واحدا أو كل واحد يردد قسما ثم الآخر ثم الآخر ودوالك حتى تنتهي القصيدة. هذه طبيعة الملحون بارتباطه مع النزاهة بصفة عامة، وهذا تولع به أهل التافيلات وأهل مراكش كلما وجدوا وقتا أو متنفسا لهم إلا وجلسوا جلسة حميمية يرددون فيها أشعار الملحون أو قصائد الملحون بصفة عامة. Oh,